شارع المطيحة من السراجيل لغاية سيد عدنان، شارع تعبان أزل يعني قديم، هو مو هالسنة وسنتين وثلاثة، لا أزل عزم من الباصات. إجت شركة وتأمنا بها خير إن شاء الله، بركة الله نقول صير تبليط وأرصفه. شو ما الشركة اشتغلت لها 6 أشهر وحفرت الشوارع ودمرتها، البايبات بدلتها كسرتها وراحت، هاي صار لها شهرين الشركة ما أكو بايب هنا يبي السحاب بلن بلن قالت ولا مدارس وسيارات تكسرت، يعني معاناة مأساة مأساة ما تكفي مأساة. هسه هسه هاي السواق اللي يتعدون يبي لك يعني ماكو كل وديني للسنية دي المنطقة الفلانية قلت ما اروح ما اجي شو تسوي لهم؟ ما تقول لي متنا والله متنا، هاي العوالي تشكي مدارس جاي تتأخر وبالكوستر ما يطب والله شنو طشات وبالكيما ما يدخل جوا والله شنو ما في صور صور هاي الشوارع صورها شارع السنية دي مطيحة ورابط على السراج يعني شارع النوب ماي ماكو بعد صار لنا هاي 3 أيام لا ماي ولا شارع من شوارع زينات شارع شلعة والتبريط مالهم كلهم من طول لطول ما ضل بي شارع وفايض فايض من المطيحة وانت جاي للمفرق السراجي والبايبات كلها طاقة مو بايب وبايبين كلهم طاقات وضار وسادين الماء علينا وضارين لا يصلحون بي ولا شيء طلع مملين من الطريق هذا يعني طسة لا اقدر يعني شغلنا 24 ساعة مدقع ماي فاير يعني هسه بالشتاء شلون المعاناة مالتنا كانت تسوي لنا حل ان شاء الله هذا الطريق مرضنا وعليه لود عوائل كثرة مدارس ما جاي يصير لا جاي يسوون ماي ناشد الجاري ما يسوون الماي ماكو رحنا المحافظة اكثر من مرة ما جاي يصير حد يعني شو السر؟ السر شنو ما جاي نفتي ما جاي نفتي بشو السر؟ ناشد السيد المحافظ وإن كل استقبال إن شاء الله خلي يشوف خلي يطلع هنا يصير ازدحام الصبح الساعة 7 يعني الطريق يسد للمفرق يوصل للمفرق وعندك بالحلة ماكو من يحدون الطلاب هم لحد الساعة 12 لحد 12 ونص وحدة يلا يفرق الشارع ويجيك النوبة 60 هم ازدحام تجيك يا المهم يعني معاناة هسه الشركة حفرة الشارع من نافع عند الطلاب والله عفتهم حفرة هنا سدوا الطريق يعني هم حافظين الشارع طيب فيض هاي المشكلة Thank you.